صباح الورد والفل على عينكم الحلوة، أو مساء الورد والفل على قلوبكم الجميلة حسب ما بتشاهدوا الفيديو. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض السندوتش البيض الجميل دوت، سندوتش لذيذ كده وبينفع في أي وقت، صغيرين وكبار هيحبوا طريقة السندوتش ده وطعمه جميل جدا. يلا بقى نقطع السندوتش الجميل ده ونشوف شكله كده من جوه. ما تنسونيش بقى يا حبايبي في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهسيب لينك الانستجرام والفيس في صندوق الوصف، اتمنى متابعه. ادي الساندوتش يا حبايبي بعد ما قطعناه، شايفين حلاوته بجد يا جماله يا جماله. يلا بقى نسمي بسم الله ونشوف الساندوتش البيض ده هنعمله ازاي. انا هنا معايا طاسه مولعه عليها النار وحاطه معلقه زبده او معلقه سمنه، وعندي طماطم مقطعاها حلقات. بعد السمنه ما تسخن هنزل بحلقات الطماطم. انا هنا هحط اربع حلقات بس على قد الطاسه، واول ما الطماطم تدبل معايا هبتدي اقلبها على الناحيه الثانيه. بصوا هي دوبك دبلت بس، مش هسيبها لغايه ما تتهري، وهكون مجهزه معايا طبق فيه بيضتين. هنزل بقى بشويه ملح وشويه فلفل اسمر، هنقلب البيض كويس. هبتدي اخفق في البيض كده كأنه هعمله قرص اومليت، وبعد الطماطم ما تدبل هنزل بالبيض. هحاول بقى اغطي كده الطماطم بالبيض، اهي نظبطها كده بالراحة، هتتظبط معانا بكل سهولة. النار طبعا متوسطة مش عالية. ودلوقتي هجيب حبة جبنة موتزاريلا كده او ميكس جبن المتوفر عندك، او بشرة جبنة رومي، اي جبنة متوفرة عندك. هفردها كده على البيض، البيض ابتدى مصهم الحروف يستوي. معايا بقى هنا رغيف عيش، هحط رغيف العيش ده على البيض، الوش بتاع الرغيف هو اللي هيبقى على البيض. هجيب بقى طبق كده وهقلب البيض بتاعنا، وهرجع بالراحة كده خالص، هنزل بالسندوتش بتاعنا في قلب الطاسة على نار متوسطة زي ما قلنا. بصوا شكله جميل جدا ازاي. هجيب بقى شوية جبنة موتزاريلا او ميكس جبن او جبنة رومي مبشورة المتوافرة عندك زي ما قلنا، هبتدي بقى دلوقتي اتني السندوتش بتاعنا. انا بسيبه حوالي كده نص دقيقة وابتدي اقلبه يكون خد لون بسيط. انا تنيت السندوتش اهو بكل سهولة، هسيبه بقى زي ما هو كده. العيش بتاعنا ياخد لون، هنا في حتة جبنة بس بره ندخلها جوه السندوتش. زي ما قلنا هسيب السندوتش ياخد لون وابتدي اقلبه على الناحية التانية. لو محتاجة حتة سمنة احطها لو لقيت الطاسة ناشفة، انا هنا حطيت حتة سمنة واضحة اهيت. يلا بقى كده نقلب ونشوف، لان الوش دوت عايز اسيبه شوية. بصوا ده اللون بتاعي حبايبي اللي بطلع السندوتش عليه من ناحيتين، زي ما احنا شايفين كده شكله جميل جدا وطعمه هيعجبكم صدقوني. دلوقتي بقى انا هطلع الساندوتش بتاعنا، بصوا الناحية التانية اهي نفس اللون، بتلاقوا العيش هنا محمر كده ومقرمش جميل جدا. يلا بقى نقدمه. ده كده كان الساندوتش البيض بتاعنا، طريقته سهلة خالص وبسيطة وحاجة شيك كده جميلة. يا رب يكون سندوتش البيض عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، سندوتش البيض، واشوفكم على الف الف خير.